ورحمة الله وبركاته. تأكد غياب 8 لاعبين عن الأهلي أمام بيراميدز في موقع الدوري الممتاز غدا. يفتقد فريق الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز جهود 8 لاعبين في مباراته القادمة أمام بيراميدز، والمقرر لها 9 مساء غدا السبت باستاد دفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 25 لمسابقة الدوري الممتاز. وتأكد غياب كل من أكرم توفيق وعمار حمدي ومكسيكوني وبيرسي تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني عن الأهلي في مباراة بيراميدز بسبب الإصابة. ويعكف الجهاز الفني على وضع الخطة المناسبة لمباراة بيراميدز من خلال منح تعليمات للاعبيه بضرورة التحكم في الكرة أطول وقت ممكن واسترجاعها في أسرع وقت حال قطعها من قبل لاعبي الفريق السماوي، وضرورة تنويع طرق اللعب في الاختراق عن طريق التمريرات القصيرة والتحرك بدون كرة واللعب بين خطوط فريق بيراميدز من أجل الوصول إلى مرمى وتحقيق الهدف المراد من هذه المواجهة. ودخل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز من أجل تدعيم قائمة الأهلي في مباراته القادمة ضد بيراميدز غدا السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري المصري. وغاب بدر بانون عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب انشغاله بمفاوضات الرحيل إلى نادي قطر القطري قبل أن تتعطل المفاوضات بين الناديين عدم التوصل إلى اتفاق مرضي لكلا الأطراف.